الابيض او الاسمر تمام اهي تمام وبتلاقي الحلمه عاديه طريه خالص ما فيش اي مشكله خالص تمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي طبعا لكل مشاهدينا ومتابعيني من جميع الوطن العربي على قناتي قناة اليوتيوب محمد فرحات أبو عمر. يا رب يا جماعة يكون التصوير هنا عجبكم في المكان ده، لأن المكان كويس قوي وعجبني شخصيا بصراحة، يعني في الهواء الطلق كده والفيديو طلع واضح صح ولا ايه رأيكم؟ ان شاء الله يكون المكان ده اللي هنجهز فيه المكان، ان شاء الله يكون هنجهز فيه المزرعة الجديدة بإذن الله تعالى. طبعا هنبتديها معاكم واحدة واحدة زي ما احنا قلنا في الفيديو السابق، ازاي هتطلع ازاي الكلبه نزلت النهارده زلال وابتديناها واحده واحده، فعايزين زي ما قلنا خلاص محمد اللي موجودين في قناه محمد يبقوا اساتذه في الفرخ والانتاج تمام. هنبتديها معاكم واحده واحده علشان ما انتوش من بعضنا تمام. خلاص جهزت مكانك، انا بنزل الزلال، اعرف ان دي بشاير حيط، جبت معايا الحقن زي ما احنا قلنا قبل كده، جبنا الحقن. والله بتكلم تاني وبعيد بمواضيع تانيه لاني ناس تانيه بتكلمني يا محمد نعمل ايه يا جماعه، انا عامله على الفيديو والله احنا دخلنا ومش ما سمعناش حاجه. طيب واحده واحده اهو يا جماعه، بيكون معاك الحقن بتاعتك ومعاك الحاجه بتاعتك. الحاجه بتاعتي ايه؟ بيكون معايا اي حاجه خافض للحراره تمام، معايا فلاشيل مطهر معوي، معايا الكحول بتاعي، معايا المقص، معايا المقص، معايا فتله، معايا الجوانت بتاعي، والكلبه موجوده في مكان دافي، ان كان صيف ان كان شتاء لازم تكون المكان عندك دافي جدا 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 تمام. خلاص الكلبه دخلت مكانها، غير ان هي بتمشي كل في الاخر 50 يوم، كل يوم 10 ايام، في الاخر 10 ايام بتمشي كل يوم ساعه. خلاص تمام كده جهزنا الحاجه المطلوبه ومعانا الحقنة الطلق. لا قدر الله كلبتي يعني ولدت جرو واحد، علشان خاطر دي مشكله قابلت الناس كلها يا محمد، الكلبه ولدت جرو واحد وبقالها ساعتين ثلاثه ولسه ما ولدتش ولسه الكلبه في بطنها جراوي. ببتدي اجيب لها الحقنه الطلق اللي هي العشرة وحده زي ما احنا قلنا، بديها نص سنتي في العضل وبستنى نص ساعه، بتكون بفضل الله تعالى بتنزل، ابتدت تنزل كل 10 دقايق بتلاقيها بتنزل لك جرو، او كل نص ساعه لو طولت بتديها بعدها بساعتين، لو طولت بتديها النص الثاني بس. دوك اللي بتديه لها بالنسبه لحقنه الطلق، ما تديش اوعى 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 تدي حقنه الطلق قبل خروج اول جرو، لان الحقنه ديك ما بتفتحش العنق، بتساعد على الطلق. ودلوقتي لو هي اديتها قبل نزول اول جرو هتبتدي تساعد على الطلق وتخرج الجرو والعنق الرحم مقفول، فايه اللي هيحصل؟ فهيحصل حاجه اسمها لا قدر الله انفجار في الرحم. فاحنا مش عايزين النقطه دي يا جماعه نقع فيها، عايزين اللي يحصل كالاتي، ان مع نزول اول جرو نص ساعه ساعه والكلبه ما حصلش لا قدر الله اي حاجه تانية، بديها نص سنتي من الحقنه دي تمام، علشان خاطر ربنا يسترها ما يحصلش اي انفجار في الرحم او اي مشكله من دي. طيب كلبتي يا محمد وصلت، انا بقى فنطت معاكم واحده واحده اهو، كلبتي يا محمد وصلت ل 65 66 يوم وباين ان هي حامل، بطنها كبيره والامور تمام، بس ما ولدتش. تاخد بعضك وتطلع على طول للدكتور، تاخد بعضك وتطلع على الدكتور، ما تستناش محمد ولا غيره ولا اي مخلوق يقول لك اي معلومه تاني كده، اي حد هيقول لك يبقى بيضلك، حتى لو انا اقول لك اديها ما اعرفش يبقى بيضلك، لا اطلع على الدكتور، عشان لو لا قدر الله في حاجه في جرو، بيبقى ساعات في جرو يا جماعه بيبقى واقف بالعرض، جرو بيبقى واقف بالعرض تمام او نازل مقلوب، فاللي بيحصل كالاتي، بيحشر الجرو بيتحشر في الرحم، فالكلبه ما بتقدرش تطلق والكلبه بتتعب، ما بتقدرش تطلق، بتبقى راقده منك وانت بتقول ايه ده بشاير ولاده، والكلبه لسه ناقص لها شويه او ناقص لها ايام او زي ما معرفش مين قال على 69 او على 70 او الكلام ده كلته تمام. فدوك اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان هو يا جماعه علشان خاطر ربنا، لو حسيت الوقت زاد عليك حاول تخرج بسرعه على الدكتور.
كل واحد ليه مهمته. احنا كمثلا كاصحاب قنوات بنقدم لك معلومه كويسه جربناها في مهنتنا، لكن كاصحاب برضو قناه ما اقدرش ان انا ابص في بطن النتاه من جوه او اقدر اشق لك بطن النتاه واطلعه ولا ده لك قيصري، ما فيش الكلام ده. احنا بنحتار، احنا بنجري على دكاتره يمين وشمال لما بنقع في مشكله زي دي، لما بنقع في مشكله زي دي. فيا ريت يا جماعه كل كلبتك عدت ال 65 66 يوم 68 يوم اجري على طول، ما تستناش. لو الكلبه معاك طبيعيه لحد 68 يوم تمام، لكن مش طبيعيه 65 يوم لقيت الكلبه رقدت ما قامتش، ما تقولش خلاص بكره، لا خدها واطلع على الدكتور. ولدت معاك والامور طبيعيه زي الفل، تمام. طيب نيجي بقى بدايه خالص الفيديو اللي كنا هنتكلم فيه بالنسبه للحمل. كلبتي طبعا جوزتها وما اعرفش ان كان في حمل كاذب او مش حمل كاذب او الامور فيها ايه او الدنيا فيها ايه. طيب علشان اعرف ان الكلبه ديت مثلا فاضيه ولا شايله ولا ايه الظروف، طيب نبتديها واحده واحده كده. مثلا طيب اولا هنبص بدايه على زي ما احنا قلنا على الحياه من ورا. الحياه من ورا لو الحياه كبير، لو الحياه كبير الكلبه اتجوزت والنهارده دخلت في ال 40 يوم او في ال 35 يوم او في ال 40 يوم وما بينتش، لو الحياه كبير حياها كبير دي بشيء. في ناس كلمتني برضه بخصوص ان الكلبه طب ديك معلش سامحوني عايز اوريكم حاجه. هنا الكلبه هي شعر بطنها برضه اهو، شعر بطنها من هنا رافع تمام، لان في معرفش حد قال لي ايه، قال لي لما يكون شعر بطنها رافع كده من تحت تبقى الكلبه شايله. طيب ما الكلبه دي والله العظيم ما اتجوزت، الكلبه دي والله ما متجوزه، الكلبه دي فاضيه اهي، بطنها اهي فاضيه وشعر بطنها قالب، طب دي تبقى حامل؟ لا ما فيش الكلام ده كله. هو قلبان الشعر دوت بيجي بيظهر نتيجه واحده في الحمل، هقول لك امتى المكان امتى الوقت. لكن طول ما هي بطنها كده في ال 20 25 يوم او ال 15 يوم زي ما حد كلمني قال لي كلبتي 15 يوم وشعر بطنها قالب، ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. بتكون اكل شويه اكل زيادات فالكلبه بتقرح وشعر بطنها بيقلب. الشعر امتى بيعكس كده؟ لما الكلبه تتم ال 45 يوم بتلاقي الشعر بيعكس. زي ما احنا قلنا 45 يوم الشعر يبتدي يعكس كده، ما فيش الكلام ده خالص. طيب ايه البشاير تانية يا محمد غير مثلا حياها كبير؟ ببتدي قوم يا يوسف تعالى عليا، اقعدي يا يوسف اقعدي تعالى قوم. بصوا يا جماعه هنا، طيب هنا هالحلمات ليزا لونها ايه؟ لونها مش وردي خالص، لونها اللون الطبيعي الابيض او الاسمر تمام؟ اهي تمام؟ وبتلاقي الحلمه عاديه طريه خالص ما فيش اي مشكله خالص تمام؟ بتلاقي الحلمه طريه ما فيش اي مشكله خالص. اما بقى لو هي شايله ايه اللي بيتم؟ لو هي حامل يا جماعه بتلاقوا الحلمه واقفه كده واقفه شويه، البدايه بتلاقي الحلمه واقفه شويه ولونها بيقلب لوردي، بتلاقي الكلبه اللي معاك اللي كانت مطفيه طول الوقت، الكلبه اللي كانت مطفيه طول الوقت لونها مش بيلمع، بتلاقيها ابتدت تستف شعرايا، انت ما شفتهاش قبل كده؟ بس يا ريزا بس ابتدت تستف شعرايا، انت ما شفتهاش قبل كده خالص غير في الوقت دوت تمام؟ لان خلاص بقى خلاص بس تمام؟ مش هتشوفها غير في الحمل تمام؟ هتلاقي ستفك شعرية جامدة، هتلاقي بتدي لون جميل قوي، لون ما شاء الله شكله حلو قوي قوي مع شعرية جامدة، والكلبة ابتدت تدوس معاك في الأكل، الكلبة ابتدت تتغير، فديك بشاير حمل، غير كده لأ، غير كده لأ. فده اللي أنا كنت عايز أوصله لكم النهاردة يا جماعة، إن أنا ديك بشاير الحمل على النوتي، بشاير الحمل على النوتي تمام؟ بإذن الله بإذن الله هنحاول نعمل لكم فيديوهات ان شاء الله جايه، بس هنحاول نظبط يعني هنا يكون التصوير هنا برضو. فانتوا قولوا لي ايه رايكم، التصوير هنا يعني مش جنبي مني خضره او حاجه زي كده خالص، لكن مش عارف. فانتوا شوفوا التصوير لو هنا كويس والاضاءه كويسه والكلبه ظاهره وكل حاجه تمام، قولوا لي ان احنا نكمل هنا زي ما احنا. المكان مش كويس نكمل في المكان تحت زي ما احنا بنكمل تمام، انا معاكم في دي ومعاكم في دي، فاللي انتوا عايزينه انا معاكم فيه وتحت امركم تمام. فيا رب يكون برضو استفدنا من الفيديو بتاع النهارده، فانتظروني. والله انا الفيديوهات اللي انا بعملها دي خلي بالكم دي مقدمات لفيديوهات جايه جامده جدا، مقدمات لفيديوهات جايه جامده جدا تمام. فانتظروني
فبرجو من الجميع برضو يخشوا يسجلوا اشتراكهم على قناة يوميات جيري. عاوزين برضو يا جماعة نكبرها ونوصلها لأكثر عدد من الناس والمشتركين، تمام؟ فتحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.